كم هو بالنسبة للصبخة هي مصب عشوائي البلدية تشتغل فيه توا مدة أكثر من قرابة 30 سنة، معناها وفي صبخة معناها المفروض تكون محمية بيئية. اليوم بتضافر الجهود وبتوجيهات من سلطة الإشراف تدخلنا بمشاركة بلديات الجهة الكل، براتيكمون عندنا 14 شاحنة، 4 تراكسوات ومين شارجوز وجرادير، والتحويل نتاع الفضلات هذه المصب العشوائي نتاع المصب القطب ليتو العشوائي مصب الرحمة. وإن شاء الله احنا اليوم فما برنامج اليوم وغدوة بإذن الله، وإن شاء الله نحاولوا نخفوا ما يمكن معناها نقص وش نجموا نقص.